ولكن دلوقتي هنروح لموضوع طبعا هام جدا وفقرة هامة جدا. النهاردة هيلتقي قادة وزعماء الدول الأعضاء بالاتحادين الأوروبي والإفريقي في الدورة رقم 6 للقمة الإفريقية الأوروبية واللي هيتم انعقادها في بروكسل على مدار يومين. هيكون لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مشاركة هامة في هذه الفعالية، فعالية القمة الأوروبية الأفريقية. خلينا نقرأ هذه أهمية هذه القمة في الوقت الحالي وإيه أبرز القضايا اللي هيتم مناقشتها. معانا عبر التليفون دكتورة أماني الطويل، مديرة البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية. صباح الخير يا دكتورة. صباح النور يا جمانة، أهلا بيكي وصباح الخير للمشاهدين. أهلا بيكي يا فندم. يعني دكتور أماني، هذه المشاركة هي مشاركة قوية ومهمة الحقيقة، يعني كمان لو نظرنا لعامل التوقيت، عايز أعرف من حضرتك إزاي شايفة مشاركة سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذه القمة. يعني طبعا زي ما قلت لحضرتك خلال هذا التوقيت، لأنه إن كان القارة الأوروبية شايفين أنه في يعني بعض خلينا نقول يعني المواضيع اللي بيتم النقاش حولها دلوقتي، وأيضا القارة الأفريقية. الحقيقة انعقاد القمة الإفريقية الأوروبية دلوقتي هي القمة الستة. القمة الأولى كانت في القاهرة، كانت بجدول أعمال محدد مرتبط ب يعني ضمان الاستقرار في كل من القارتين الأوروبية والإفريقية، يربطهما البحر المتوسط، كلاهما مؤثر على الآخر. الحقيقة وجود مصر وجود الرئيس السيسي بيعني استمرار لعمل أجندة القاهرة اللي هي مفاصلها الرئيسية، كيف يمكن أن تنمو القارة الإفريقية وتحقق مصالح شعوبها مع الأخذ في الاعتبار المصالح الأوروبية، ولكن دون استغلال من أوروبا للقارة الإفريقية. ربما هذا المعنى قد أوضحه الرئيس السيسي أيضا في قمة إيجيبت اللي انعقدت في مصر من يومين أو من 3 أيام حوالين العوائد العادلة للموارد الإفريقية. شركات العبرة للجنسية بتملك النوها وتقديم ونتيجة تقديم يعني التقنيات، إذا خلينا نقول الحقيقة بيبقى نصيبها أو الشير بتاعها في الثروات الإفريقية كبير شوية على حساب الشعوب الإفريقية. ده أنتج حالة من الفقر، حالة من عدم استقرار الدول، تصاعد التهديدات الأمنية، عدم القدرة على النمو، وبالتالي أنتج مهددات من نوع آخر لأوروبا خاصة بالهجرة غير الشرعية وتصاعد الإرهاب وغيره. وبالتالي أدركت القارتين بشكل أو بآخر أو القادة الأوروبيين على وجه الدقة أن المركب واحدة وأن نمو إفريقيا مهم لأوروبا. صحيح. في هذا التوقيت احنا بنواجه قضايا ملحة في قضايا الاستقرار والنمو، مرتبطة بجائحة كورونا، مرتبطة بتغير المناخ، مرتبطة برفع قدرات السكان الأفارقة فيما يتعلق بالتعليم، بالقدرات والمهارات الفنية، التدريب المهني. كل دي مسائل لازمة حتى تستطيع أن تكون إفريقيا يعني ليست سببا في تصاعد المهددات بالنسبة للأمن الأوروبي. نعم. طيب دكتورة أماني، يعني وإحنا بنتحدث على هذه القمة تحديدا، قمة بتجمع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي أيضا، أكيد في دلالة لحديث مصر نيابة أو باسم القارة الإفريقية، ده بيعكس إيه يا فندم يعني رؤية مصر تجاه هذه القارة تحديدا؟ صباح الخير يا أحمد. الحقيقة العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي عضوية. نعم. تاريخيا هي علاقة عضوية، لكن أنه يكون في هذه القمة إعلان لأن الاتحادين معنيين بالتعاون، ده له دلالة مرتبطة بالدعم الأوروبي للاتحاد الإفريقي في القضايا الإفريقية. وربما أهم هذه القضايا مسألتين: تصاعد الإرهاب وعدم الاستقرار السياسي الناتج عن الانقلابات العسكرية. وربما ده يفسر تصريحات الرئيس ماكرون في قبيل القمة أنه الأمن الإفريقي مطلوب أن يكون شأنا أوروبيا، لأن هذه المهمة قد أثقلت فرنسا والمقاربات الفرنسية في هذا الأمر فاشلة. الحقيقة يعني وجود مصر كمان كأحد أهم الدول الإفريقية في هذه القمة، الدولة التي يعني هي لسان حال الأفارقة والحاملة لهمومهم،
بيدي وزن الحقيقة للاتحاد الإفريقي وأجندته فيما يتعلق بمطالباته من الاتحاد الأوروبي ومن الدول الأوروبية. احنا عارفين أن مصر كانت رئيسة الاتحاد الإفريقي في 2018، طرحت عدد من المبادرات الهامة، ما زالت تعمل على أن تكون هذه المبادرات قيد التنفيذ، منها مبادرة إسقاط إسكات البنادق، منها وقف النزوح الداخلي في إفريقيا، منها الهجرة غير الشرعية. فدي كلها قضايا الحقيقة يعني بتهم الطرفين وبتهم الأمن الإقليمي والعالمي. طيب دكتور أماني، خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة لبروكسل شهدنا كمان اجتماعات على هامش هذه الزيارة وعلى هامش حضوره القمة الأوروبية الأفريقية مع رؤساء شركات بلجيكية في عدة مجالات. عايز أعرف من حضرتك يا فندم أهمية هذا النشاط ولأي مدى ينعكس على الاقتصاد المصري تحديدا أو الاقتصاد الأفريقي بشكل عام. الحقيقة الأجندة الرئاسية عموما في الفترة الأخيرة وخصوصا في زيارات لأوروبا معنية بفكرة جلب الاستثمارات لمصر، وجلب الاستثمارات ده يعني عمود رئيسي في دعم أي اقتصاد لأي دولة. أنا أفتكر أنه هو في زيارته لألمانيا برضو استطاع أن يعني يعقد صفقات فيما يتعلق بالطاقة الكهربائية مع شركة سيمنز. هذا المنهج مستمر في كل زيارات الرئيس إلى أوروبا. الاستثمارات في مصر في مجال الطاقة مثلا يمكن أن تكون واعدة، في مجال الزراعة، في مجال تصنيع السلع الغذائية، في أكثر من مجال حقيقة مصر نستطيع أن نقول عنها أنها بيئة يعني إلى حد ما مناسبة للاستثمار الأوروبي، وجهود الرئيس تعمل على ذلك. نعم دكتورة أماني، يمكن في الحقيقة وإحنا بنتكلم على حضرتك ذكرتي في بداية الكلام تحديدا عن اللي ممكن تقدمه القارة الأوروبية، وإحنا بنتكلم على عدد دول قرابة 27 دولة للقارة الإفريقية وتحديدا الدول النامية، اللي ممكن يقدموه بقى في مجالات زي مجال مثلا يعني النهوض بالبنى التكنولوجية وأيضا الطاقة في الدول النامية في إفريقيا. الحقيقة يعني المسألة الرئيسية اللي ممكن تقدمها أوروبا هو توطين النمو، توطين النمو. النمو الاقتصادي بيتطلب نقل التكنولوجيا ونقل التقنيات وفتح المجال أمام التدريب للقوى الكوادر البشرية الإفريقية على التقنيات الجديدة وعلى التكنولوجيا، وده اللي بيسموه نقل النوهاو، يعني نقل الكيفية أو نقل المنهج. صحيح. ده في التصنيع، في التكنولوجيا، في كل حاجة. العلاقات الأوروبية الإفريقية قامت على مدى عقود سواء في الاستعمار أو ما بعد الاستعمار العسكري أو الصورته التقليدية على فكرة أنه بياخد الموارد في صورتها الطبيعية أو الأولية، وبالتالي القيمة المضافة التصنيعية هي بتبقى في أوروبا، فالمنتج بيباع في إفريقيا يعني مبلغ زهيد جدا، بينما القيمة المضافة هي بتذهب إلى يعني المصارف أو الميزانيات الأوروبية. هذا الوضع نحتاج إلى تعديله، لأنه هذا الوضع أنتج فقرا، والفقر أنتج عدم استقرار للدول، وعدم الاستقرار للدول عمل حالتين، عمل تصاعد للإرهاب وعمل هجرة غير شرعية، وبالتالي الأمن الأوروبي في الآخر أصبح مهددا. من هنا في مصلحة مشتركة للأوروبيين والأفارقة أن يتم توطين النمو وآليات توطين النمو تكون في إفريقيا. يعني نحن نتحدث عن قمة مخرجتها ستعزز من المصالح المشتركة ما بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي. أيضا الدكتورة أماني الطويل مدير البرنامج الإفريقي بمركز الأهرام للدراسات السياسية، بنشكر حضرتك يا فندم على وجودك معنا في صباح الخير يا مصر.